فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر عن الوشر. نهى عن الوشر، والوشر المراد به وشر الأسنان، لأجل وهو ما يسمى بالتفلج للزينة، فلا يجوز أن يعبث بالأسنان وأن يجعل بينها فتحات بالميشار لأجل الزينة. وأما إذا احتاج الأمر إلى علاج، بأن تكون الأسنان غير مستقيمة أو فيها خلل فتعالج لأجل أن تستقيم، فلا مانع. فإذا كان هذا من باب التزين فهو حرام، إذا كان من باب العلاج فلا بأس به. نعم. والوشم؟ والوشم هو أن يغرز الرجل أو المرأة إبرة أو يبضع الجلد بمبضع حتى يخرج الدم، ثم يذر فيه من مادة سوداء كالكحل ونحوه حتى يبقى رسما على جسمه. وهذا من أمور الجاهلية، لأنه من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى. قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة، ولعن المتفلجات للحسن. نعم. والنتف؟ نعم، النتف يراد به ما يمنع أخذه من النتف، ما يمنع أخذه من الشعور، كنتف الشيب مثلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نتف الشيب ونتف شيء من اللحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوفيرها. ونتف المرأة لحواجبها وهو ما يسمى بالنمص، قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة. نعم. صبغ شعر الحواجب يدخل في شعر صبغ الرأس بالحنة. تغيير، يدخل في تغيير خلق الله، لا تصبغ الحواجب وإنما تترك على خلقتها ولا يتعرض لها. والصبغ هذا يسمى بالتشقير. نعم، يسمى بالتشقير، وقد صدرت فيه فتوى من اللجنة الدائمة بتحريمه، لأنه تغيير لخلق الله.